الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى أولى حلقات برنامجكم الطبي الرمضاني صحتك في رمضان، والذي نحرص فيه على تقديم المفيد. موضوع جديد وحلقة جديدة سنتعرف من خلالها على واحد من الأمراض المهمة وكيفية الوقاية منها، لنتابع. الصداع هو ألم في الرأس أو الفروة أو الرقبة، والسبب الرئيسي لكافة أنواع الصداع غير معلوم، وقد يتحسن معظم الأشخاص إذا ما غيروا أسلوب حياتهم وتدربوا على كيفية الاسترخاء أو بتناولهم أدوية معينة له. وهناك الصداع التوتري الذي يكون سببه الإجهاد والاكتئاب والقلق، وقد يكون سببه أيضا كثرة العمل وقلة النوم أو الأكل. والأشخاص الذين يتناولون مادة الكافيين في الشاي والبن والكولا يمكنهم الشعور بالصداع إذا لم يتناولوا جرعاتهم اليومية التي اعتادوا عليها. ويعد الرأس من المناطق الحساسة لأنه يضم الدماغ، العينين، الأذنين، وعظام الجمجمة، وعضلات الوجه، والجيوب الأنفية، والشرايين وغيرها، وكل هذه الأعضاء قد تكون سبباً للصداع. قد يكون الصداع متقطعاً أو مستمراً، وقد يصيب الإنسان شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً، وتدوم النوبة عدة ساعات، كما تختلف شدتها بين ألم خفيف وألم معتدل إلى الإحساس بألم شديد، وقد يأتي الألم في الجبهة أو الصدغ أو قرب العينين أو في مؤخرة الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم في شهر رمضان الكريم، وسنتناول في إحدى حلقاتنا اليوم موضوع مهم جدا في شهر الصيام، وهي مسببات الصداع في الصيام وطرق علاجه. صيام شهر رمضان الكريم وهو من أركان الإسلام التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وخلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها. والكثير من الأشخاص الذين يصومون في شهر رمضان الكريم يعانون من صداع خفيف أو معتدل نتيجة لعديد من العوامل، منها نقص السكر والتجفاف ونقص الكافيين ونقص النيكوتين وتغير أنماط النوم والإجهاد. بداية الصداع غالبا ما تحدث في فترة بعض الظهر والمساء قبل كسر الصيام، وتتردد الصداع يزيد عادة خلال فترة الصيام. الأشخاص المعرضون للصداع خارج شهر رمضان الكريم في أوقات مختلفة من السنة عرضة أكثر من غيرهم للصداع في فترة الصيام. سنتناول الآن بعض الأسباب وطرق الوقاية من الصداع. نبدأ بنقص كمية السكر في الدم، وهنا ينصح بتأجيل السحور لوقت متأخر مع تناول أنواع مختلفة من الطعام بين الخضروات والفواكه الطازجة ليتم تنظيم السكر في الدم. ويجب تجنب تناول الكميات كبيرة من السكر أو الوجبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر قبل بدء الصيام، حيث يسبب ارتفاعا سريعا في مستويات سكر الدم ويتلوه انخفاض سريع نتيجة إفراز كميات كبيرة من الأنسولين مما يؤدي إلى الصداع. من الأسباب الأخرى الجفاف، وخصوصا في الأيام الحارة نتيجة الامتناع عن شرب الماء مع تزايد كمية التعرق، وهو من أسباب الصداع الهامة، حيث أن الدماغ البشري يحتوي على أكثر من 75% من الماء، وهو حساس جدا لكمية المياه في الجسم. وعندما يكتشف الدماغ أن إمدادات المياه منخفضة جدا، فإنه يبدأ في إنتاج الهستامين الذي يسبب الألم والتعب والصداع. النصيحة هنا الحرص على تناول كميات كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور. من الأسباب الأخرى اختلاف مواعيد الأكل والشرب المعتادة يوميا، وخصوصا للمعتادي شرب القهوة والشاي، حيث يؤدي الصيام إلى نقص نسبة الكافيين في الدم. وهنا ينصح بتقليل كمية القهوة والشاي في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان الكريم، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بأخذ كمية من القهوة مع السحور، ويفضل
يفضل عدم استخدام القهوة في شهر رمضان إجمالا لأنها تؤدي إلى التجفاف وانسحاب الماء من الجسم. نقص كمية النيكوتين لدى المدخنين وهو سبب رئيسي للإصابة بالصداع في رمضان، والنصيحة هنا التقليل من الدخان أو اغتنام شهر رمضان للإقلاع عن التدخين لما يسببه من أضرار شخصية وأضرار على الصحة العامة. نوبات الصداع بعد الإفطار مباشرة نتيجة توجه كميات كبيرة من الدم إلى المعدة والأمعاء، وهنا ينصح بتناول بعض العصائر الحلوة تدريجيا وليس مرة واحدة. الذين يعانون من صداع خصوصا وقت الصيام ينبغي عليهم تجنب التعرض لمحفزات تسبب الصداع مثل الإجهاد والتعب وقلة النوم خلال شهر رمضان، حيث أن أغلب الدراسات بيّنت أن الراحة والنوم في كثير من الأحيان تساعد على منع التعرض للصداع، وينصح بالنوم حوالي 7 ساعات في اليوم الواحد، حيث أن النوم أكثر الناس المعرضون للصداع وسوء المزاج ينامون أقل من 5 ساعات يوميا. بعض الأشخاص يصابون بنوع من التوتر والاكتئاب نتيجة لعدم التعود على الصيام، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبات صداع، وهذه تنتهي تدريجيا مع تكرر أيام الصيام. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع المزمن بصورة كبيرة ويجدون صعوبة في التأقلم وتحمل صداع الصيام، ينصح هنا بتناول المسكنات الخفيفة مع وجبة السحور وملعقة من العسل الأبيض. وأما نوعية المسكن فيفضل مراجعة الطبيب لاختيار النوع الأفضل للاستخدام، كما أن تناول جرعة كافية من الفيتامين B2 يمنع الصداع الناجم عن الجوع. الصداع النصفي أو الشقيقة مايجرين هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرر حالات معتدلة إلى شديدة من الصداع، وكثيرا ما يكون هذا الاشتراك مع عدد من أعراض الجهاز العصبي اللا إرادي. يتميز الصداع بحدوثه في جانب واحد يؤثر على نصف الرأس، وبأنه نابض بطبيعته ويستمر بين 2 إلى 72 ساعة. قد تشمل الأعراض المصاحبة له الغثيان والإقياء ورهاب الضوء واحتداد السمع ورهاب الروائح. يتفاقم الألم بشكل عام عند ممارسة النشاط البدني، ويشعر حوالي 1/3 الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بالأورا، وهي عبارة عن اضطرابات عابرة بصرية أو حسية أو لغوية أو حركية تؤشر لقرب حدوث الصداع. الآليات الدقيقة لحدوث الصداع النصفي غير معروفة، ولكن من المعتقد أن يكون ناجماً عن اضطراب وعائي عصبي. ترتبط النظرية الأساسية لحدوثه بازدياد استثارة القشرة المخية وعدم السيطرة على الألم بشكل طبيعي في الخلايا العصبية في نواة العصب مثلث التوائم في جذع الدماغ. هناك خلاف على تأثير التيرامين على الصداع النصفي، وهو متواجد في النبيذ الأحمر والجبنة القديمة، السمك المدخن، كبد الدجاج والتين، وبعض أنواع البقوليات أو نترات الجلوتامات المتواجدة في النقانق ولحم الخنزير والسجق. هناك عدة أنواع للشقيقة الصداع أو الصداع النصفي. الصداع النصفي غير المترافق بالأورا، وهو عبارة عن صداع نصفي يترافق بغثيان وأقياء وخوف ضياء واحتداد سمع، ولكن لا يترافق مع الأورا التي تسبق الصداع. النوع الثاني هو الصداع النصفي المترافق مع الأورا، وهو ما ندعيه الصداع النصفي الكلاسيكي، ونميز أحيانا منه أنواع مختلفة، منها الصداع النصفي الفالجي المترافق بالأورا وضعف حركي، الصداع النصفي القاعدي المترافق مع الأورا مع عسرة التلفظ ودوار وطنين في الأذنين. هناك الشقيقة العينية، وتشمل الصداع النصفي مصحوبا باضطرابات بصرية أو حتى عمى مؤقت في عين واحدة. الصداع النصفي المزمن هو أحد مضاعفات الصداع النصفي، وهو صداع مستوف للمعايير التشخيصية للصداع النصفي، ولكن يستمر أكثر من 15 يوما في الشهر لمدة أكثر من 3 أشهر.
بالنسبة لصداع الشقيقة أو الصداع النصفي عند الأطفال غالبا ما يكون مسبوقا بأعراض دورية مثل التقيؤ الدوري أو الدوار الانتيابي الحميد، وهناك الشقيقة البطنية التي تسبب ألم بطني مع غثيان وإقياءات. بالنسبة للعلاج، العلاج الأولي الموصى به هو استعمال المسكنات البسيطة مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول للصداع ومضادات الغثيان والقيء، وتجنب مثيرات الصداع قدر الإمكان. يجب ويمكن استعمال مجموعات دوائية محددة مثل التريبتانات أو الأرجوتامين أو الباربيتورات للمرضى الذين لا تعد المسكنات العادية فعالة لديهم. أما وقائيا فيمكن استخدام التوبريمات وفالبروات الصوديوم والبروبرانولول والميتوبرولول، كما أن هناك فائدة وقائية من استخدام مضادات الاكتئاب مثل الأميتريبتيلين والفينالفاكسين. قد يقوم مريض الشقيقة ببعض الأمور للتخفيف من أعراض نوبة الشقيقة مثل الاسترخاء أو النوم لفترة كافية ومنتظمة، ويجب أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالصداع، ومن الممكن وضع كمادات ثلج على الجزء الخلفي من الرقبة ووضع شيء يولد ضغط خفيف على أماكن الألم. والسلام عليكم ورحمة الله. الأغذية التي تساعد على التخفيف من الصداع. من الجميل حقا اكتشاف أن هناك أطعمة من طبيعتنا الجميلة يمكنها أن تساعد في التخلص من الصداع: البطاطا المخبوزة في الفرن، البطيخ، القهوة، الحبوب الكاملة، اللوز، اللبن الزبادي، الصلصة كثيرة التوابل، حيث أثبت بأن البهارات الحارة من شأنها تخفيف حدة الصداع. بذور السمسم، سلطة السبانخ، الموز. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، كما أشكر راعي برنامجنا مستشفى 22 مايو الحديدة. أتمنى لكم جميعا صوما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.